طيب السلام عليكم شباب، دي مسألة رقم 8 في الاوبريشن ريسيرش. المفروض ان احنا نشتغل عليها، هي بسيطة من حيث الفورموليشن، ولكن السنسيتيفيتي دي هي الحتة الجديدة. جميل. المفروض ان انا احلها كده اهو. احط variables بتاعي x1 و x2، constraints 6x1 plus 4x2 اقل من يساوي 24، ونفس الكلام مع 6 اقل من 6، وده وده دول هيجابوا من ال الكلام ده. بيقول لك demand daily demand for interior paint cannot exceed that of external paint by more than 1 ton، اللي هي x2 اقل من او يساوي x1 plus 1. جميل جدا. والكونسترين اللي هو ال non negative ده مهم جدا. ال objective function، جميل. انا مفروض ان ال 5x1 plus 4x2 maximize it. عشان ابتدي ارسم بالمنظر ده، 1 2 3 4، عندي 4 constraints او 5 و6 بقى عن طريق دول، رسمتهم طلع لي ان ال visible area بتاعتي هي دي. جميل، ما عنديش اي مشكلة. بعد كده المفروض ان انا هجيب الزد، اماكسمايز الزد ازاي؟ هبتدي ان انا اسويها بال 20 مثلا، سويتها ب 20 او سويتها ب 5 او وات ايفر الرقم اللي انا هجيبه. ابتديت ان انا احط النقط بتاعتها، النقطه هنا والنقطه الثانيه هنا، ابتديت ان انا اطلع وانزل، لقيت ان هي انسب نقطه عندي هي دي. دي الاوبتيمم بتاعتي. x1 والx2 بتاعتي ب 3 و 1.5 جبتهم ازاي؟ باي سولفينج ايكويشن 1 اند ايكويشن 2 مع بعض. بعد كده اعوض فيها، لقيت ان الزد ب 21,000 دولار، عشان ده بال 1000 دولار يعني كما وجد في الكتاب. حلو، عرفت منين ان هي ايكويشن 1 و2؟ اهي ده الانترسكتد بتاع 1 و2. جميل جدا. دي اي مساله المفروض ان هي لا تخلو من الحته دي. بيقول لي ايه بقى؟ فايند ذا رينج اوف تشينج ان ايتش كوفيشنت اوف ذا اوبجكتيف فانكشن. ايه الكوفيشنت اصلا الاوبجكتيف فانكشن؟ الاوبجكتيف فانكشن بتاعنا اللي هو ده، سوري، اللي هو ده. حلو، يبقى الكوفيشنت بتاعتي اللي هي C1 وC2، C1 وC2، C1 ب5 وC2 ب4. ابتديت ان انا اقسم C1 على C2، المفروض ان انا اقول انيكواليتي ليها، رينج يعني ما بين دي وما بين دي. ازاي اجيبهم؟ عن طريق ان انا اقسم كوفيشنت اوف ايكويشن 1 على يعني x1 كوفيشنت اوف x1 على كوفيشنت اوف x2، عشان اجيب الريشيو C1 على C2 اللي هي 6 على 4. ونفس الكلام في ايكويشن نمبر 2، كل ده عشان انا عارف ان الزد تعتمد على الاوبتيمم بتاعتي يعني ما بين الايكويشنز 1 و2. فيبقى كده 1 على 2 برضو دي الرينج بتاعتي، اقل من او يساوي واكبر من او يساوي. جميل جدا. حلو، تعالوا نكمل كده. بيقول لي ايه بقى؟ فايند ذا رينج اوف تشينج اون تشينج كوفيشنت اوف اوبجكتيف فانكشن سيبريتلي. سيبريتلي يعني ايه؟ يعني كل واحد لوحده، انا اللي عملته ده مع بعض. يبقى هجيب سبريتلي، المفروض ان انا هقول C2 equals 4 اللي هي دي، وبعد كده اجيب الرينج بتاع C1 عن طريق ازاي؟ ان انا احط C2 equals 4 تحت، 4 في 6 ب 24، 4 في 1 ب 4 ب 4 على 2 و 24 على 4 اللي هو الرينج اللي انا جايبه ده. نفس الكلام C1 equals 5، المفروض ان انا اعمل كده، هلاقيها هطلع في الاخر ان C2 اكبر من او يساوي 20 على 6 واصغر من ال 10. حلو جدا، ماشي. يبقى انا كده جبت اول سؤال. تاني سؤال بيقول لي ايه؟ determine the visibility range for each binding constraint. الحته دي بقى محتاجه صحصحه عشان اعرف اوصلها. جميل. المفروض ان احنا نشتغل for each binding constraint. هقول for material 1، material 1 انا عندي ايه ليها؟ عندي equation بتاعتي اللي هي دي 6x1، واني واحده اللي هو ده، صح كده؟ ما قلتش حاجه جديده. المفروض الرينج بتاعي عشان اتحقق الاوبتيمم دي، الرينج ده انا بجيبه ليه او الفيزيبيليتي دي انا بجيبها ليه؟ عشان اخلي ان الزد، يعني انا عندي الفيزيبل اريا بتاعتي هي دي، صح كده؟ عندي الاوبتيمم بتاعتي هي دي، والزد بتاعي هو ده،
المفروض ان انا هبتدي اعمل كده اهو، ده الرينج بتاع الزد بتاعي. هجيبه ازاي بقى؟ عن طريق الماتيريال 1 والماتيريال 2. ابتدي ان انا انقل الماتيريال 1، يعني فور ماتيريال 1، فين الخط بتاع الماتيريال 1؟ اهو هو ده. حلو. ابتدي ان انا انقله لحد نهايه الكونسترينز بتاعي اللي هو ماتيريال 2، فهبتدي ان انا انقله لحد الخط الاخضر الجميل ده اللي مش باين ده، اللي هي عند النقطه 6 و0، صح كده؟ والناحيه التانيه هبتدي اتحرك بيه لحد فين؟ لحد ما يوصل للنقطه دي. ليه؟ عشان انا عارف ان هي النقطه دي هو تقاطع مساله 4 او ايكويشن 4 مع ايكويشن 2. حلو كده؟ تقاطع ايكويشن 2 مع 4، يبقى هي النقطه دي. ابتدي ان انا اتحرك ب بتاع 1 ده لحد النقطه دي الجميله دي، يبقى هو ده الرينج بتاعي او الرينج اوف فيزابيلتي فور ماتيريال 1. اجيب بقى الارقام ازاي؟ هجيب الايكويشنز بتاعتي، الايكويشن بتاعتي 6x1 بلس 4x2 دي عاديه. بعد كده اجيب النقط بتاعتي. انا قلت هنا النقطه كام؟ 6 و0. النقطه هنا بقى كام؟ المفروض ان انا احل 2 مع 4، طلعت لي ان النقطه هي 6 و0. جميل؟ 6 و0. بعد كده هبتدي ان انا اشوف حته تانية. هو ده الرينج اوف فيزابيلتي اللي هو عايزه، بس انا عايز حاجه زياده ممكن يطلبها مني، ان هي اليونت ووردز فور ماتيريال 1. الزد ايكوال 5x1 بلس 4x2، دي اللي انا عارفها. الزد ايكوال كام؟ 30 ل 18. جبتها منين؟ عن طريق ان انا عوضت بال 2 بوينتس دول في الايكويشن بتاعت الزد، طلعت لي الرينج بتاع الزد. يبقى اليونت ووردز فور ماتيريال 1 اللي هي y1 ايكوال دلتا زد على الرينج 30 ناقص 18 على 36 ناقص 20، طلعت لي 13 على 4 1000 دولار بير تن. كملت نفس الكلام لماتيريال 2، بس هتحرك ازاي بقى؟ هتحرك بماتيريال 2 الايكويشن بتاعت او اللاين بتاع ماتيريال 2 اللي هو ده. هتحرك لحد فين؟ هتحرك لحد النكست كونسترين بتاعي اللي هي دي. هلاقي اللي هو ايكويشن 4 مع ايكويشن 1 اللي هي دي، او النكست باوندري بتاعي. وابتدي ان انا اتحرك تحت كده لحد فين؟ لحد الايكويشن 1 او اللاين بتاع الايكويشن 1 مع الايكويشن بتاع النون زيرو او النون نيجاتيف. تمام؟ يبقى هي دي البوينت اللي انا محتاجها. يبقى انا كده عندي 2 بوينتس 4 و0 8 على 3 و2. الرينج بتاعي هوطها في الايكويشن بتاع ماتيريال 2 من 4 ل 6 ل 2 و3. وتوجد الزد 5x1 و4x2، دي الزد بتاعتي. عوضت برضو فيها النقطتين دول وجبت الرينج، يبقى ال y2 اللي هي اليونت وورث اوف m2 ايكوال كذا. تمام.